صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما عودتكم وزي ما قلتوا ان انا دلوقتي في المقر الرئيسي بالنادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم اخر اهم الاخبار الرياضيه للنادي الاهلي وكل فرق رياضيه المختلفه. لكن خلوني في البدايه اقول لكم ان الكل هنا بيستعد وبيترقب المباراه المهمه اللي هتتلعب النهارده، طبعا مباراه الاهلي مع بالميراس البرازيلي في كأس العالم أو نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات. المباراة النهاردة هتبقى الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة. طبعا يعني الأهلي استكمل قوته مساء أمس بعد عودة الدوليين من المعاصمة من المنتخب مع المنتخب الوطني من الكاميرون. الكل أكيد دلوقتي كل اللعيبة تحت تصرف مستر موسيماني، طبعا حسب حالتهم البدنية وطبعا حسب احتياج المدير الفني ليهم، لكن أكيد كلنا ثقة في كل لاعبي النادي الأهلي أيا كان مين هيكون موجود، الكل أكيد ثقة. خلوني كمان أقول لكم أنه هنا طبعا إدارة الخدمات مع بالتنسيق مع إدارة النادي، هم دلوقتي طبعا بيجهزوا الكراسي والمكان اللي هيكون ان شاء الله بيتعرض فيه الماتش النهارده الساعه 6:30 مساء لكل اعضاء الجمعيه العموميه علشان يقدروا ان هم يتفرجوا براحتهم في النادي هنا. طبعا اكيد الاجواء هتكون مختلفه، الاجواء احسن بكتير، يا رب ان شاء الله نتبسط النهارده بالليل ونصعد الى نهائي المونديال. خلونا بقى ننتقل ونروح لباقي فرق الرياضيه المختلفه. خلونا نبتدي برجال كره الطايره اللي عندهم النهارده مباراه مهمه امام فريق بتروجيت الساعه 4 العصر على صاله مصر للبترول ضمن منافسات بطوله الدوري. يعني الفريق ورجال الطايره ماشيين بخطى كويسه جدا من اول البطوله، فازوا في اخر مباراه ضد مصر للبترول بنتيجه 3-0. اما بقى سيدات كره الطايره فتيات الذهب طبعا حققوا امبارح فوز كبير على نادي الزهور بنتيجه 3 أشواط مقابل شوط ضمن منافسات بطوله الدوري ايضا. يعني عايزه اقول لكم بس وافكر المشاهدين ان فتيات الذهب فتيات كره الطايره متصدرين الدوري وفايزين كل مبارياتهم الفتره اللي فاتت ومحققين العلامه الكامله في كل المباريات. يعني يمكن الماتش اللي جاي هيواجهوا نادي وادي دجله يوم الجمعه المقبله ان شاء الله. اما بقى سيدات كره السله عندهم النهارده مباراه مهمه امام فريق طيران ضمن منافسات بطوله دوري السوبر، والفريق داخل المباراه دي بمعنويات عاليه جدا خصوصا بعد فوزهم الاخير على نادي الشمس يوم السبت الماضي. اما بقى سيدات كره اليد المستمرين في تدريباتهم، الفتره دي عباره عن فترتين، تدريباتهم عباره عن فترتين طبعا بقياده كابتن يحيى يوسف في ظل توقف كل المباريات الرسميه، ما عندهمش اي ماتشات رسميه الفتره اللي جايه. يعني اول مباراه رسميه تكون يوم 11/3، فالفتره دي تدريباتهم قويه جدا بشكل بطريقه انه بيلعبوها على فترتين، اول فتره الفتره البدنيه في صاله الجيم وبعد كده الفتره الثانيه من التدريب بتبقى جوه الصاله. يعني خلوني برضو افكر كل جماهيرنا ان الفريق كان محقق العلامه الكامله وفاز كل مباريات هذا الموسم لحد دلوقتي، ان شاء الله بعد ما يرجعوا للماتشات الرسميه كمان يكملوا هذا المكسب. اخيرا بقى رجال كره اليد المستمرين ايضا في استعداداتهم لمباراتهم القادمه امام نادي سموحه يوم الخميس القادم ضمن منافسات دوري المحترفين لكره اليد. يعني المباراه دي اكيد هتكون مباراه قويه جدا خصوصا ان اخر مباراه كمان الفريق لعبها كانت ايضا مع نادي سموحه، ولكن كانت في اتأهل من خلالها الفريق النادي الأهلي إلى ربع نهائي كأس مصر. أكيد هتبقى مباراة قوية، بنتمنى الفريق كله سواء لكرة الفريق كرة القدم أو كل فرق الرياضية المختلفة بالنادي الأهلي. خليني بس في النهاية أقول لكم الأجواء هنا في النادي الأهلي، طبعا درجة الحرارة دلوقتي 16 درجة والاعضاء بداوا بالفعل بالتوافد على النادي بشكل كبير، كمان كان في سيوله مروريه جيده جدا في كل الاماكن المحيطه للنادي الاهلي. يعني دي كانت كل الاخبار الرياضيه وكل الاجواء من داخل المقر الرئيسي بالنادي الاهلي. بشكركم جدا، العوده اليكم مره ثانيه في الاستوديو، اتفضلوا.